في ديسمبر عام 1948 شهد العالم ما وصف بحدث تاريخي إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 30 مادة تمحورت حول سبل ضمان كرامة الإنسان وأمنه وحريته. معكم في سلسلة حلقات من حقي نرصد واقع هذه الحقوق بعد نحو 70 عاما من إقرارها، وكيف أن الملايين لا يعرفون منها إلا حق التنفس. ونبحث في هذه الحلقة حق الأطفال في التعليم وأسباب ارتفاع نسبة التسرب من المنظومة في كثير من الدول وانعكاس الأزمات السياسية والاقتصادية والصراعات والكوارث الطبيعية على النهوض بالتعليم، ونناقش السياسات التي يمكن اتباعها لمعالجة ملامح هذه الأزمة. أهلا بكم. البنك الدولي يحذر من تراجع التعليم بنسبة تصل إلى الثلث في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل. قال البنك الدولي أن تراجع مستوى التعليم زاد بمقدار الثلث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل خلال السنوات الأخيرة. وأشار البنك الدولي في أحدث تقاريره إلى زيادة عدد المدارس التي أغلقت في كثير من الدول، بما يجعل نحو 80% من الأطفال في المرحلة الابتدائية يعجزون الآن عن فهم نص بسيط مكتوب، مقارنة بنحو 50% قبل تفشي وباء كورونا. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن مجموعة غير مسبوقة من الأزمات على رأسها وباء كورونا وتغير المناخ تسببت في تراجع العالم 5 سنوات إلى الوراء في مجالات التعليم والصحة ومستوى المعيشة. ونفتح نقاش هذه الحلقة وأرحب بضيفي من باريس، الدكتورة أديب حمدان أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية والباحثة في مجال علم النفس الاجتماعي، كما أرحب أيضا بضيفنا من عمان ينضم إلينا عبر سكايب الاستشاري التربوي الدكتور يزن عبدو. دكتورة أديب حمدان، يعني دعيني أبدأ معك وأبدأ من قرار اليونسكو الأخير مراجعة توصياتها فيما يتعلق بحقوق التعليم في المنطقة العربية تحديدا. ما الذي استدعى هذه المراجعة بعد 50 عاما من إقرار هذه الحقوق فيما يتصل بمنطقتنا؟ ما في شك أن الأوضاع والاضطرابات الأمنية والاقتصادية والسياسية التي نعيشها هي سبب أساسي في، إذا صح التعبير، إعادة تفعيل هذا القانون. من الطبيعي جدا الكلام عن حق الإنسان في التعلم نظرا للظروف التي نعيشها من أزمات متتالية على جميع المستويات. وحضرتك تفضلت في المقدمة وذكرت النسب العالية من التسرب، وهذا أمر خطر جدا على مستقبل البلاد، على مستقبل المجتمع وعلى مستقبل الأفراد. ضروري جدا التنبه لغياب التعليم لأنه حجر أساس في كل مجالات الحياة. إذا مجتمع بلا تعلم يعني هذا المجتمع ذاهب إلى الجحيم وذاهب إلى الجهل، ونحن في القرن 21 مؤسف جدا أن نسمع مثل هذه الأخبار ونعيشها ونلاحظ هذا الكم الهائل من التسرب ومن المشكلات التعليمية في ظل زمن المعرفة، زمن التكنولوجيا، زمن التقدم. من هنا التنبه أمر أساسي وضروري قبل أن يفوت الأوان. سنتوسع أكثر دكتورة يعني في كل ما ذكرتيه، ولكن أنتقل إلى الدكتور يزن عبدو وأبقى معك قليلا مع توصيات اليونسكو بمراجعة هذه التوصيات التي أقرت في 74. الهدف كما تقول هو الأخذ في الاعتبار تحولات قطاع التعليم عالميا وتمكين الجيل الجديد من مواجهة ما سمته التحديات والتهديدات. ما المقصود بذلك؟ يعني أبرز هذه التحولات وما هي التهديدات التي تفرضها على الجيل الجديد؟
جميل، ترى الموضوع في غاية الأهمية، شكرا لكم لطرحه. وخليني أبدأ مباشرة بالمنظومة العالمية للتربية والتعليم اللي انتقلت من بداية العام 2012، من أن التعليم في العالم كله ليس فقط لحشو المعارف في الأبناء والبنات، بل يجب تنمية القيم الإنسانية التي تضيع. واليونسكو سنة 1999 أطلقت صرخة عالمية وجهتها للمدارس وكذلك لأولياء الأمور أن هناك 12 قيمة إنسانية بطريقها للانقراض في 99. وأخرجت اليونسكو عدة مجموعات تدريبية للمدارس وللأهل حتى نعيد تربية القيم في أبنائنا. فما يتم حقيقة في 2012 هو توجه عالمي ترك فكرة أن المدرسة هي مكان للمعرفة فقط إلى بناء قيم إنسانية ومهارات حياتية. عندنا الآن عدة مشاكل طرحتها اليونسكو كما طرحتها اليونسف كذلك في الأمم المتحدة، من أنه في عنا فاقد، هاي مشكلة كبرى، في فاقد في التعليم بسبب كورونا، في عنا فاقد في التعليم بسبب التسرب من المدارس لأسباب مختلفة سياسية ومشاكل طبيعية وجغرافية، في عنا برضو من يخضع للتعليم مشكلة كبرى ثالثة، أن أبنائنا الذين سيتخرجون أصلا من المنظومات التعليمية الموجودة في العالم الثالث لا يصلحوا للعمل ولن يستطيعوا مجاراة ما يطلبه سوق العمل من مهارات حياتية ستة لخصوها اليونيسف: اتصال وتواصل، حل مشكلات، اتخاذ قرار، إدارة وقت، تفكير ناقد، عمل جماعي. هذه المنظومات التعليمية بالمشكلات الثلاثة الرئيسية العالمية تدق ناقوس الخطر من هنا إلى ما بعد 5 سنوات، يعني إحنا نحكي عن 2026-2027، سيتغير شكل التعلم والتعليم جذريا بلا شك. طيب دكتور، ولكن عندما نتحدث عن المنطقة العربية للمشكلة وجهين، يعني وجه هو مجارات المنظومة التعليمية والتحولات التي تفرضها ربما التحول التكنولوجي والافتراضي وإلى ما غيره، وهذا سنأتي إليه، ولكن الأهم أن هناك تحديات خارج نطاق القطاع بحد ذاته. يعني نتحدث عن تسرب المدرسي نتيجة الظروف الاقتصادية، الفساد، غياب دور الدولة في معظم دول منطقتنا العربية، الحروب، النزاعات. كيف يمكن الحديث عن مجارات العصر في هذا القطاع ونحن نتحدث عن دول تمر بكل ذلك؟ نعم، هذه مشكلة كبرى. لذلك إذا أردنا أن نقيم واقع التربية والتعليم في العالم العربي في أغلب البلدان وليس في كل البلدان، سنجد بأنه في معاناة شديدة جدا. العالم يتحدث عن نمط جديد من التعلم والتعليم ومدرسة بشكلها جديد، ونحن ما زلنا نتحدث عن تصرف في المدارس. سامحيني جدا، كما ذكرتي، يعني احنا مثلا حتكلم بصراحه بالغه، عندنا في الاردن نسبه التسرب من المدرسه ليس بالهين، في دول مختلفه سامحيني لن اذكر اسماء احنا قيمناها وشفناها، لكن في نسبه تسرب عاليه جدا. من اسبابها كما ذكرتي النزاع الموجود، من اسبابها المشاكل الطبيعيه، فيضانات وغيرها، لكن برضه من اكثر الاسباب بالتسرب المدرسي اللي انا شاهدته شخصيا مجموعه خبراء معي هو عدم قدره المعلم والمعلمه على التعليم بشكل صحيح. انا كثير من الطلاب في دول المنطقه العربيه الذين جلست معهم كان السؤال من المتسربين، كان سؤالي لماذا لا تخرجون من المدرسة لا تذهبون لها، كان الجواب الرئيسي متمحور حول قدرة المعلم أو عنف المعلم أو جوع الطالب كما ذكرتي. يعني هذه نقاط مهمة سنعود إليها، ولكن أنتقل إلى الدكتورة أديبة. يعني لفتني في نص تقرير اليونسكو يعني أترجمه حرفيا، يعني هدف هذه المراجعة كما يقول التقرير استحداث آلية قانونية دولية قوية لتعزيز دور التعليم في استئصال الظروف التي تهدد بقاء الإنسان ورفاهيته. ما المقصود بهذه الآلية القانونية وكيف لها أن تقوم بذلك؟ بكل بساطة، الدول تعمم التعليم وتجعله إلزاميا، بمعنى مجانيا، مما يسهل على جميع أفراد المجتمع الوصول إلى العلم، إلى المعرفة. طبعا في ظل الحروب وغياب السياسات يمكن أن يحل محلها محل السياسات، سياسات خليطة بين سياسة الدولة وسياسة تدخل من منظمات عالمية أو محلية
لسد هذه الحاجة. ولكنه تحدث عن شق قانوني هنا، يعني كيف يمكن فرض هذه الإلزامية بالقانون ونحن نتحدث عن دول كما ذكرتي ربما دور الدولة غائب فيها، كيف يمكن فرض القانون في مثل هذه الحالات؟ طبعا هنا القانون نعني بتسهيل عملية التعليم، يعني تحضير بيئة ملائمة، تأمين وسائل التعلم، نوع من تحسين للمناهج، نوع من تدعيم للمعلم، نوع من دعم للعائلات من أجل تأمين كل ما يستلزم من أجل إتمام العملية المعرفية، العملية التعلمية. المسألة ليست يعني حجرا على فئة معينة، العملية التربوية هي واسعة، من هنا يجب أن تتضافر الجهود، وهذا القانون الذي يلزم الجميع باتباعه هو على مستوى كل الفئات وعلى مستوى الدولة، على مستوى المنظمات، على مستوى العائلات وعلى مستوى المتعلم. حتى المتعلم يجب أن يكون لديه الرغبة الكافية. نحن نعرف جيدا بأن في الظروف الحروب والاضطرابات أول ما ينعكس على المتعلم هو عدم رغبته في التعلم. يمكن القانون هنا يسهل الظروف، يسهل البيئة، فتزيد الرغبة للتعلم إن كان على مستوى المتعلم أو إلا كان مستوى العائلة، الأهل، أو إن كان على مستوى المعلم. وهنا أرجع وأشدد على ضرورة يعني إيجاد صلة ضرورية للوصول إلى المتعلم. لا يمكن الوصول للمتعلم بالباراشوت، لا يمكن الوصول للمتعلم فقط من خلال القوانين. هذه القوانين يمكن أن تكون نظرية، على الأرض يصعب تطبيقها. صحيح. من هنا يجب النزول إلى الميدان وقراءة الوضع وإيجاد التسهيلات اللازمة من أجل الوصول إلى المتعلم. نحن هدفنا أن يتعلم هذا الفرد، وهدفنا أن نصل إلى هذا الفرد بأي طريقة كانت، لو كانت بسيطة، لو كانت من خلال وسائط. سأستكمل هذه الفكرة معك دكتورة، أو على شكل أشخاص. يعني سأستكمل هذه الفكرة معك لأنها جوهرية جدا، ولكن قبل دعينا نطلع على عينة من آراء المواطنين في كل من السودان وليبيا حول مستوى رضاهم عن التعليم في المدارس الحكومية واهتمام الدولة بتوفير بيئة تربوية تساعد على التعلم. الدولة غير مكترسة لموضوع التعليم تماما، والدليل على ذلك أنه إلى الآن المدارس الحكومية ما فيها نسبة إجلاس أو نسبة بتاعت كتب عشان التلميذ يقدر يتعلم منها. الأساتذة هم ما عندهم حتى نسبة 50% من البيئة اللي هم ممكن يشتغلوا بها أو يأدوا بها الدور المنوط بهم. يعني التعليم الحكومي في السودان البيئة غير صالحة للتعليم، معظم الخدمات الأساسية في المدارس غير متوفرة بشكل كبير وغير ملائمة، لذلك الأسر معظم الأسر اتجهت بأبنائها للتعليم الخاص. كثير من الناس أسي متخوفة من العام الدراسي لأن المدارس شبه منهارة أو في مدارس أغلبها منهار، يعني فالناس كلها بتتساءل إنه كيف حيبدأ العام الدراسي والمدارس غير مهيئة بالنسبة للطلبة، الفصول، الإجلاس، حتى الكتب ذاتها. يعني الوزارة المدارس الحكومية والله ما متوفرة البيئة التعليمية، كوادر ما في، بنية تحتية تعبانة، كتب ما في، يعني أغلبية الأساتذة المتخصصين كلهم بقوا رجل المدارس الخاصة. قبل ما نجهز التلميذ نجهز المعلم، وإحنا هذه مشكلتنا والله، في خلل في
في الإعداد يعني، فإن شاء الله يكون في المستقبل أفضل يعني، يكون إعداد معلمين باش نطلعوا جيل أفضل. الاهتمام بالمدرس فعلا، المدرس يجب أن يهتم به حتى يوصل المعلومة الصحيحة للطالب. ففشل الطالب الآن هو نتيجة المنهج وأيضا المدرس. والله نعتبرها وسط، لا هي مكفية بالكيفية اللي هي المية مية ولا صفر، معناها وسط. والمقعد هذا كأنك ما سجلت شبكة مستحيل تحصلها. والمدارس تفهم حتى هنا، والمدرسين نفس الكلام، ما فيش مدرسين يعني كفاءة يعني، ما فيش. كلها حتى اللي تو الأغلب المدرسين ما همش واخدين شهادة عليا، يعني الأغلبية شهادة مزورة. التعليم في ليبيا جميل يعني، نقروا بدون فلوس مثل زي الدول المجاورة، يقرون بفلوس، احنا نقروا بلاش حتى هي كويس. دكتور يزن عبدو، يعني معظم هذه التعليقات التي سمعناها من أكثر من عينة ومن أكثر من دولة تصب فيما كنت تفضل به منذ قليل. يعني اللافت أنه معظم هذه العينات من دول تعاني اقتصاديا، لم يشكوا من الوضع الاقتصادي بقدر ما كانت الشكاوى من وضع المعلمين. لماذا هذه الثغرة؟ من هو المسؤول مباشرة عنها بغياب اهتمام الحكومات والدول؟ هو المسؤول المباشر عن تطوير المعلم، وانا مع ما ذكر يعني خاصه من اخواننا في ليبيا وفي السودان، لانه في ضعف شديد. ما تتخيلي ما الذي يعانيه المعلم العربي من ضعف، سواء كان ضعف شخصي في الوضع المادي، في 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 المهارات كمعلم، في طرق التدريس، وفي طرق التعامل مع سلوك الطلاب. احنا عندنا مثلا في الاردن في نسبه عنف في المدارس عالي جدا، لأن أذكر أرقام سامحيني، لأنه آخر دراسة صارت من 2009 عندنا في الأردن كانت نسبة عالية. المسؤول الأول والأخير هي وزارات التربية والتعليم، لأنه أغلب الأبناء في مجتمعات العربية تدرس في القطاع الحكومي وليس في القطاع الخاص، فالوزارة هي المسؤولة. لكن أذكر شيء مهم جدا، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف هي برضو داعم وراعي كبير جدا لتطوير المعلم في مناطق مختلفة زي مثلا السودان وليبيا، وهناك برامج تدريبية وتأهيلية عالية جدا. لكن برجع بحكي وبشفافية أنه منظومات الوزارات التربية والتعليم في الكثير من الدول أصلا لا تساعد على تمكين المعلم من الوصول للتدريب الحقيقي، أو ليس هناك أثر حقيقي للتدريب. وهل هذا يقول لنا دكتور بأن قطاع التعليم ليس أولوية بالنسبة للوزارات، وزارات التربية والقطاع الحكومي في دولنا؟ الجواب نعم، وأزيدك من الشعر بيت. إن كان هناك فند، إذا كان هناك منحة مثلا من إحدى الجهات، من اليو اس ايد، من اليو كي ايد، من الإيو، تحول إلى قطاع آخر، وربما تحول قطاع آخر. وإذا ما في أصلاً لوزارة التربية والتعليم، بالتالي ما في عمل في وزارة التربية والتعليم، مع أن المكون البشري هو الأهم بالنسبة لي، من السياسة ومن الاقتصاد ومن السياحة ومن الصناعة ومن الزراعة، لأنه كل شيء مرتبط بالمكون البشري وتمكينه، تمكين حقيقي بالمدارس ليكون منتج فاعل في المستقبل. صحيح. طيب دكتورة أديبة حمدان، يعني نحن نتحدث في ظروف ربما الطبيعية، صحيح هذه الدول ربما تعاني اقتصاديا، ولكن بعض الدول مستقرة نسبيا على الأقل بالوضع الأمني مقارنة بدول أخرى. يعني ذكرتي حضرتك يجب استحداث آلية معينة، يجب النزول على الأرض، يجب التحدث مباشرة مع المتعلمين. إذا كانت الدول غائبة، من هو مخول القيام بهذا الدور؟ يعني أثبت ربما على مدى هذه السنوات بأن دور المؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية محصور ومهامها محددة. كيف يمكن استحداث مثل هذه الآلية؟ مع الأسف التعليم في دولنا العربية هو امتياز، بمعنى أن حسب قدرة الفرد يصل للتعلم أم لا. بمعنى آخر أن الدول والسياسات العامة للتربية والتعليم هي ضعيفة، وحتى إذا وجدت تأتي بشكل مبتور، بمعنى أنها لا تغذي كل أصحاب هذه الحلقة. يعني إذا جددت المناهج تهمل الأستاذ،
إذا أعدت الأستاذ تهمل الطالب، إذا أعدت الأستاذ علمياً نجد أنها لا تعطيه حقه في عمله، فنشاهد ونلاحظ أن الأساتذة دائماً في إضرابات. هذا دليل أن الدولة لا تعطيهم حقهم لا المادي ولا المعنوي. من هنا أقف عند الذهنية التي تتحكم بسياساتنا التربوية. هل هي ذهنية تريد بناء إنسان؟ هل هي ذهنية فعلا تريد بناء مجتمع؟ لأنه نحن نعلم أن التعلم والفرد المتعلم يتفاعل مع المجتمع، وهذا العلم لا يفيده فقط، يفيد المجتمع ككل. فإذا الذهنية هي للأسف تذهب نحو السياسات الاقتصادية، كيف نؤمن مبالغ، كيف نستثمر في طيب. الاقتصاد بالتالي كيف دكتور يعني هذا يعود بنا لنسأل ويهملون نعود دكتورة لنسأل عن الحل. يعني هل في ظل هذا الواقع يمكن القول أنه الحل غير موجود، لا يمكن إيجاد الحلول أو تطبيقها؟ للأسف الحلول تأتي على مستوى أو على حساب المواطن. لو كانت الدول فعلا هي دولة راعية، دولة قوية، لوجدنا أنها مسؤولة عن تعليم مواطنيها وهي ملزمة في هذا الدور. لا ننسى نحن في الدول الرعاية هي أساسية والعلم حاجة أساسية. إذا لم تؤمن هذه الحاجة تأتي كل هذه الضغوط على كاهل العائلة، على كاهل الأهل، هم يبحثون عن وسيلة لتعليم أبنائهم، فمن لديه هذا الامتياز يحصل على التعليم، ومن لا يملك أي امتياز، لا يملك أي إمكانات مادية، نجد أنه يخسر الكثير ويتعرض للكثير من الخسارات على مستوى العلم والمعرفة. للأسف في ظل يعني التقدم في عملية التعلم في الدول المتقدمة، هم ذاهبون إلى التعلم الذاتي، التعلم صحيح. المسؤول. نحن نبحث عن راعي ونبحث عن دعم لتكملة هذه المسيرة التي إن كانت في المدرسة لا تقل عن 15 سنة، وإن كانت بالجامعة لا تقل عن 5 سنوات. فإذا كل هذه الهموم، كل هذه الحاجات هي تلقى على عاتق الأسرة، وهون المشكلة أنه الأسرة أصبحت ضعيفة جدا، وبالتالي سيولد مشكلات كبيرة على مستوى المجتمع. استكمل ما تتفضلين به دكتورة معك دكتور يزن، يعني ملخص هذه الحلقة حتى الآن، للأسف المستقبل غير واعد. يعني نحن ما زلنا نبحث ببديهيات قطاع التعليم في المنطقة العربية، بينما الفجوة الرقمية تتسع بيننا وبين العالم المتقدم، متأخرون جدا عن المناهج التعليمية حتى على صعيد ربما المباني. نحن في مراحل يمكن القول نعود إلى الوراء ولا نتقدم. ماذا يخبرنا كل ذلك عن مستقبل الجيل القادم؟ سأجيب بكلمة واحدة، أن المستقبل أسود، لأن ما يمارس على أبنائنا في التعليم هو تعليب وليس تعليم وليس تعلم، هي حرف الباء نعلبهم. الأمر الآخر، أحد أهم الحلول إلغاء، وأنا مع ذلك ورأيي يعتبر البعض إكستريم متطرف، إغلاق المدارس بواقعها الحالي الموجود الآن، وإعادة بناء تشكيل وتشكيل قدرة الأم والأب وربما الجارة والجار على تدريس الأبناء، التوسع في نطاق التعلم الإلكتروني لأنه المنهج أصبح محدد للأبناء وللطلبة، لابد أن يتصل أبنائنا مع الكون بالتعلم الرقمي، لابد من تغيير الأسسمنت وتقييم الأبناء والطلبة، لابد من إشي نسميه تسريع التعليم. ليس كلاما منزلا أن يدرس ابني بالمدرسة 12 عام وربما ب6 أو 7 سنوات يكفيه، يجب التركيز على القيم ومهارات الحياة أكثر من المعارف.
يعني للأسف دكتور الحلول موجودة ولكن غائبون من يمكن تنفيذها. كنا نطمح بأن نختم بصورة أكثر إيجابية ولكن للأسف هذا الواقع. أنا أشكرك من باريس أو من عمان الاستشارية التربوية الدكتور يزن عبدو، وأشكر أيضا من باريس الدكتورة أديبة حمدان أستاذة العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية والباحثة في مجال علم النفس الاجتماعي. وأشكركم مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة من سلسلة حلقات من حقي، نلتقي الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.